ما نجمش نقول لك على الفورم كل على خاطر فما نقائص عديدة اللي هي خاصة تنظيمية. المنتدى ما كانش في انتظارات الناس اللي حاولت أنها تبرز تطلعاتها، واللي ما كانش في مستوى تطلعات الناس اللي مشاركة في المنتدى. ولا أنا ما درتوش الكل، ما به مهوش خايب. بين لك اللي تونس فهمتي عالمية والغادي من العالمية، احنا قادرين باش ننظموا أقوى دورات في العالم. والله حسب ما رينا سبا ما شيء سبا، تحس ما برشا انجماش برشا تنوع بحق استفدنا كي جينا، ثم برشا محاضرات. رغم بعض المشاكل التنظيميه لكن الاجواء باهيه، قاعده تحسن كل يوم، قاعدين نشوفوا في تواسى الكل مع بعضهم، كل واحد يضرب على درابوه، قاعدين نشوفوا في برشا جاليات اجنبيه، برشا بلدان مشاركه، قاعدين نكتشفوا في برشا حضارات، برشا ومم جديده. رائعة جدا، أنا أشوفها معناها مفيدة برشا في الوقت الحاضر بالذات، معناها حركت شوية الناحية الاقتصادية شوية. الحقيقة يعني تفاجأت بالحضور، حضور من كل بلدان العالم، حضور متميز. ثاني فينمو طيارة على الأخر بريمو، أنا أون طونك ناشا في جمعية سهل لي نشوف جمعيات اخرين معناها اترانجير، و جو بارتاج ليكسبيريونس تاع تونس ان طونك فيمينيست تونيزيان avec d'autres associations féministes à l'étranger. كتوانسه نفتخروا جدا 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 انه يقع في تونس. انا سمعت اللي فما سوء تنظيم، سمعت اللي فما اشكالات، هذا مازلت ما ريتوش، ولكن مهما كان على كل حال شرف لتونس، تونس الثوره انها تحتضن هذا الملتقى. يعني العباد الكل تلاقاو، فما فرصه نتاع انك باش تتصل بجمعيات اخرين في العالم باش تنشط معاهم. يعني مبادرة طيبة، وبرغم فما بعض النواقص كما في المبادرات الكبيرة كل، مي برافو للزورغانيزاتور و سي تري انريشيسون دتر بريزون هون. مناسبة كبيرة وعظيمة، و جو بونس سي اون ريوسيت. بون يا بوكو دو شوز معناتها نتا رونير تو سموند لا في فترة قصيرة، نقص في التحضير، نقص برشا برشا حاجات، لكن جو بونس كو لو سوكسي يفوت باكثر النقائص. ان شاء الله معناها ينجم يوصل صوت التوانسه وصوت برشا بلدان عربيه، وعجبتني اكثر تناقشوا برشا مواضيع وبرشا معناها طرحه تهم حقوق الانسان وتهم الكرامه والشعوب، ان شاء الله يا رب ترجع بحاجه باهيه على تونس وعلى البلدان الكل. اللي يعني شفناها في الفوروم هذايا حاجه يعني كسخة بينت كما نقولوا نحن وجه تونس، اللي هو كيعني اكثر يعني كلتوريال شويه. اللي حاجه اللي ما عجبتنيش هذا رايي الخاص، يعني فما يعني احزاب لهنا حاجه يعني دخلوا فيها البوليتيك، فهمتني؟ هذيك اللي يعني ما عجبتنيش. 135 دوله شاركوا، 70,000 معناها مشاركين، معناها حاجه في معقول معناها، وتفيد الاقتصاد التونسي، نزل والفنادق ونزل والمطاعم، معناها تدخل العمله الصعبه لتونس، معناها تخدم السياح نورما، معناها نجم في مره اخرى معناها يجي. والله راس خويا جيت البارح وماني فاهم شيء لتو، والله هو ذا فولونتير شوفوا معاه. حاجه باهيه برشا، اول مره تصير في تونس، عرفنا برشا عباد ونورنا تونس.